بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هناك كلمتان أيها الأحبة عظيمتان جدا يحبهم الله، حبيبتان إلى الرحمن. معظمنا للأسف يغفل عن هاتين الكلمتين، لن يستغرق ذكر هاتين الكلمتين أكثر من 10 ثواني. يحبهم الله كثيرا. في الميزان، في ميزانك يوم القيامة، تجد أن هذه هاتين الكلمتين تجدهما ثقيلتان جدا. يمكن أن يعني تكون هذه الكلمات سببا في إنقاذك من نار جهنم. دعوني أول أستمع معكم إلى هذا الحديث العظيم المتفق على صحته، ونتأمل كلام النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، بسهولة تستطيع أن تنطق بهما، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. طيب ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا سبحان الله وبحمده 3 كلمات، سبحان الله العظيم 3 كلمات أيضا، ولكن النبي اعتبرهما، اعتبر هذه كلمة وهذه كلمة، ليقول لك هذه جملة هكذا على بعضها، هي كلمة واحدة يحبها الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب أنا أريد أن أسألك أخي الحبيب، أنت كل يوم كم مرة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر أكثر من 100 مرة كل يوم، وتعهد عليه الصلاة والسلام لكل من يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، أن يغفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مهما بلغت يغفرها الله، فقط بهذا الدعاء، بهذا الذكر الخفيف جدا على اللسان. ولكن على الرغم من ذلك معظم الناس غافلون عنه للأسف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار وقت الغروب ووقت شروق الشمس، هذين الوقتين مهمان جدا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل أن تغرب بقليل وقبل أن تطلع الشمس بقليل، اجتهد أن تقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنا أيها الأحبة، قد نجد كثيرا من الناس يقول هذا الكلام أو هذا الذكر وهو لا يفقه شيئا، فلا يستفيد منه تلك الفائدة العظيمة التي ينبغي أن يستفيدها. يعني ما الفائدة أن نكرر الكلام من دون أن نفهم معنى الكلام؟ يجب عليك في كل مرة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أن تكتشف معنى جديدا من معاني هذه الكلمة الثقيلة في الميزان. يعني تصور الكون كم وزنه، هذه العبارة، هاتان الكلمتان أثقل من الكون، ثقيلتان في الميزان، وثقيلتان في ميزانك. يعني أحدنا الآن إذا أراد أن يهرب من حرب، يهرب من زلزال، من دمار، ما الذي يحمله معه؟ يحاول أن يحمل
الأشياء الثقيلة ثمنا، يعني لا يحمل معه مثلا كمية من الخبز أو كمية من الخشب أو يحمل معه حديد مثلا، لا، يحمل معه الذهب، الألماس، المجوهرات، يحمل معه الأشياء الثقيلة. سبحان الله وبحمده هي الماس. إذا أردنا أن نقرب المعنى، يعني كأنك تضع في ميزانك كمية من الألماس اليوم، يعني يمكن الماسة بهذا الحجم ثمنها $1,000,000، فأنت كلما قلت سبحان الله وبحمده أهم من كنوز الدنيا، لأن كنوز الدنيا ستفنى وتتركها وراءك، ولكن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ستأخذها معك وتبقى معك، تضيء لك قبرك وتشفع لك يوم لقاء الله. طيب، معظم الناس كما قلنا يقولون سبحان الله وبحمده، ولكن لا يحدث تغير في حياتهم. لا، يجب أن تتعمق، تتأمل، يعني ماذا سبحان الله؟ سبحان الله يعني أنا أنزه الله عن الشرك وعن الفقر وعن عدم القدرة، عن الضعف، أنزهه عن كل شيء لا يليق به. إذن سبحان الله وبحمده يعني هذا إله عظيم جدا يستحق الحمد، يستحق أن أحمده. سبحان الله وبحمده يعني أنزهك يا رب وأحمدك لأنك رب العالمين، رب الكون. هذا الإله العظيم يستحق أن أنزهه وأن أقدسه، ويعني وما قدر الله حق قدره، أن أقدره حق قدره، أن أعلم من هو الله. هذا الإله رحيم جدا، يحبني ويحبك، يريد لك السعادة في الدنيا، يريدك أن تعيش حياة مطمئنة. هذا الإله لا يمكن أن يضرني، لا يمكن أن يضيق رزقي إلا لمصلحتي. إذا حدث معي حادث أو شر، هذا الإله العظيم أصابني بهذا الشر لأن فيه خيرا، لأنه يريد لي الخير. أنا لا أرى المستقبل، ولكن الله يعلم الغيب. فأصابني بشر لحكمة هو يعلمها. فهنا سبحان الله، أي تنزه الله وتعالى أن يقدر شيئا خطأ على عبد يقول يا رب. لذلك اليوم تسأل شخص يشكو لك ضيق الحال وضيق الرزق وضيق الكذا وضيق الكذا، وكأنه بات يشكو الله إلى عباد الله. هذا أسوأ شيء للأسف، يعني ينسى كل النعم المحيطة به ولا يتذكر إلا هذه الجزئية الصغيرة ويبدأ يشكو. طيب، سبحان الله العظيم، الله أعظم من كل شيء، أعظم من همومي ومشاكلي، وأعظم من هذا الذي أنا أخاف منه، وأعظم من ذاك الذي يريد أن يضرني أو يمنع رزقي، أعظم من هذا الذي يحسدني، أعظم من هذا الفيروس الذي أنا أخاف منه مثلا، أعظم من هذا المرض الذي أخشاه في المستقبل، أعظم من كل شيء سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك أخي الحبيب، أنت اجتهد، أنت كل مرة تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فكر بمعنى جديد لتتذوق روعة هذا الذكر، لتتذوق المعاني الغزيرة الكامنة في هذه العبارة الرائعة، وبالتالي ستشعر بالفائدة، تشعر بالحياة المطمئنة، تشعر أنك تتقرب أكثر إلى الله. وهذا الأمر أخي الحبيب بالتأكيد
سيجعلك أكثر سعادة وطمأنينة في هذه الحياة، والله تعالى سيقربك إليه، وإذا كان لك حاجة عنده فسيجيبك وسيستجيب دعائك إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير ويلهمنا الدعاء، وأن يجعلنا نتذوق لذة هذا الذكر. أختم بالحديث النبوي لتحفظه أخي الحبيب، تضعه هنا في دماغك كما تحفظ اسمك وتتذكره كل يوم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.